المتظاهرون رددوا أيضا شعارات منها تاجر باسم السيد مؤمننا وبينا، متهمين العيساوي بسرقة أموال الفقراء. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى محاصرة العشرات من المتظاهرين لمنزل كاظم العيساوي الملقب بأبي دعاء. وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام لكتابات على منزل كاظم العيساوي القيادي في ميليشيا السرايا والمعاون السابق لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال كاتبوها إنه مطلوب للصدر. تعالوا نتابع. عفوا مشاهدينا، الآن نذهب إلى الخبر الأخير في هذه المجموعة المتعلقة بموضوع الصدر. طبعا الصدر كان قد أعطى توكيلا خطيا حسب ما يقول نشطاء التواصل الاجتماعي، قالوا أنه أعطى توكيلا خطيا لكاظم العيساوي بأن يتصرف في سامراء كما يحلو له. تعالوا نتابع هذا الخبر الأخير في هذا الملف، ومن ثم ننتقل إلى ملف آخر.